السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي معانا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على مثول حلفاية والسعداوي أمام محكمة سيدي محمد تاع عبار رمضان، محكمة عبار رمضان. حنا قبل لا نبداو جماعة، كاين ناس، كاين واحد من صح راه طلب السماح، الله يرحم الشوابين، ما تبقاوش على بالك راكم ساعه انت ساجي تدي الفيسبوك وتعاود ترد، نعاود نرد ودير فيه يا ودي. لا مش كيما هكا صاحبي، انا لو الشيطان، انا عندي الباجا كبيره، الباجا انا اللي بيجي شو الباجا كبيره قديمه كاع، من قديمه كاع الباجا هذه. انا الباجا تاعي اللي دايره مع خوتي هكا، داير فيها التصويره، داير فيها يعني باش نتواصل مع الجماعه تاعي. انتم راكم تدوها، انا مش محوسها، تدوها ودير فيها صح. عيط لي يقول لي شوبير يضرب بصح الفايه وسعداوي غادي الحد الجاي، دير في تصويرتي ودير من دير. لا مش كيما هكا، انا شو نحط تاع زتشي، نحط صوالح هذو، انا تاعي يروح المحكمه ما يروحش. انا كي انا كي انت نقار على الغدوه ان شاء الله المحكمه شكاين، كيما انا كيما اليوم غادي يفوتوا، يعني يفوتوا ولا راهم فاتوا والله ما على بالي. المهم انا على بالي بلي الاربعاء، راني في السيمانه اللي فاتت قلت لكم غادي تسمعوا جديد، فوتوا في المحكمه. ما بصح ما تديش تبغي دير حاجه، قول لي، عيط لي قول لي ودي شوبير بين شاش غادي ندير. دخلني معك ومي قلعتك زعفت، هاو كي قلعت تزعم روح تشكي الغاشية، قلعني راني رديتك بصح، عرف روحك شا دير صاحبي. هاو درتك معايا آدمي منا ودايرك خويا، ونقول لك بصح تبغي دير حاجة كيما هذي تاع إلغاء محكمة محاكمة حلفاية وكلش. أنا ما على باليش اليوم والله ما على بالي، أنا المهم على بالي غادي يفوتوا الأربعة. أنت الناس اللي عيطوا لي قالوا لي الشوبير هاويك مش كيما هاكا خويا، هذا نحشم من خوك ونحشم من دخلتك معايا ادمي، قلت لي باين ندخل، قلت لك بوستي ها صوالح ها شادير ما دي صوالح تاع خنز، ما ديش منا، خطينا من صوالح ساهمتك، قلت تجيب حاجه تاع زاتشي ولا منا بوستي ما عليش ديرها. بصح ماشي انا حيا، انا ما على باليش، انا عداله ولا انا مشي العداله صاحبي، انا تهلك غير روحك. انا كاش حاجه نروحكم يسالي نقول لهم خرجوا، مين خرجت هذه البلاصه، خرجوا لي من خرجت هذه التصويره، هذه الصوره من خرجوا. ها هو راك عندك 37 عام، راك كبير الله يبارك، تشطيش على راسك. هذه هي خويا، ما تعايرش الغاشي، ما تردش على الناس وقاعد يعاير، تسيبو يعاير فيا، خلي يعاير غير وحدو، يعاود يولي غير وحدو من يسيب الحقائق، وحدو يسكت. تعرف الناس كانوا يعايروا وسكتوا، وحدهم راحوا وحدهم سكتوا، عياو يدمروا عياو ما ينجموش، خاطش انا نخلعو 14 فيديو في النهار، 15 20 فيديو نخلعو نورمال، ما ينجمش ما تنجموش. وين نعاود نولو، وين مثول حلفاية والسعداوي امام محكمة سيدي محمد، وين تلقى رئيس فريق وفاق سطيف فهد حلفاية ووكيل اعمال اللاعبين نسيم سعداوي استدعاء من محكمة سيدي محمد للمثول امام وكيل الجمهورية اليوم، وسيتم استماع إلى فهد حلفاية ونسيم سعداوي في قضية تسجيل صوتي الذي تم تسريبه مؤخرا، والذي يورط رئيس وفاق سطيف في قضية تلاعب بنتائج حسب البيان. حنايا ما نتهمو تا واحد، أنا وعد الناس أنا ماذا بيا هذا حلفاية يخرج براءة، خاطش على إنسان جاي يخدم في سطيف، ماذا بينا بريزيدو اللي راه خارج على سطيف، أنا في طول النادي تاع سطيف هذا يخدم في، ونعطيكم حاجة فانيك من الإدارة تاع سطيف، خاطش كاع هذو الرجال اعمال، هذو الرجال اللي قلبوا هكا مدير كيما نقولوا حنايا الرئيس، كيما هذو الرؤساء على كاع يخلصوا، كيما عليق في السي ار بي يدي 250 مليون، رجراج هذاك في قسنطينه يدي 150 مليون، كان قاسي سعيد كان يدي وقيله 200، كان كنا كاع يدوا لي بريم الجوار فانيك، على تسيبهم يطلعوا لي بريم، على تسيبو بريزيدو يقول لك خلصوا 50 مليون، على 50 مليون هو يدي معاهم 50 مليون امتيازات، يدي معاهم ويدي امتيازات فعلا. هذا حلفاية بغاو يعطوه 80 مليون، قال لهم لا ما نديهاش، قال لهم حطوها للشبيبه يخدموا بها، قال لهم ما نديهاش، وبالوثائق فانيكا والله لا بالوثائق، خاطش ما تبقاوش تكذبونا، تجي عندي الوثيقه نوريها لكم، ما تبقاوش تكذبونا، تنبين لكم الوثيقه، ما تقلقوش ما تكذبوناش برك.
حنايا المحكمه ما ناش عارفين شكاين، مازال ما بانتش محكمه، مازال ما على باليش. راني نهضر راني نهضر دروك، راه الليل راهي الواحد هاي الوحده وشي هاي راهي راه هاي راهي راه باش يكون على بالك. هاي الوحده 27 دقيقه على الفيديو، نروح نرقد صباح من بعد نوضو نشوفو شكاين، ما على باليش شكاين. عندنا اخر اخبار باللي غادي يوصلوا المحكمه اليوم، راهي الوحده تاع الليل راهي الوحده تاع الصباح تما اليوم باش يكون على بالك. ما اليوم انا كنت نعرف حل فيا ولا كنت نعرف سعد وين عيط له نقول له يا درا كاينه من راكم بصح ما على باليش. المهم انا في سيمانه نقول بلي كاين مفاجاه، قارعوا مفاجاه قارعوا المحكمه، فاتوا المحكمه غادي يفوتوا المحكمه. الا فاتوا ما نعرف ما على بالناش، خاطر شفت انا بزاف في الاخر تاع التواصل الاجتماعي شفتهم وين واحد يقول لك راحوا، واحد يقول ما يروحوش، واحد يقول لك الغاء، واحد يقول لك من السيمانه الجايه، ما على بالناش. رانا تما نقارو انا دروك الوحده تاع الصباح ما على باليش كاين، انا على ذيك نقولوا نقارو. وانا ان شاء الله بربي العداله كما يقول لك ما تضرب بيد بحديد، وكاين تحقيقات كاين تحقيقات كاين 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 بزاف صوالح، كاين بزاف صوالح اللي غادي يبانوا ان شاء الله بربي. خاطر علاه راهم الداخل راهم معترفين، ناس معترفين، ناس معترفين باللي عيطوا الحلفايه بغاو يطيحوا الحلفايه، معترفين معترفين في هذيك اللجنه تاع الرسوم المتحركه تاع الانضباط معترفين. خاطر علاه هذيك اللجنه هذيك كوميك، هذيك كوميك، هذيك كوميك داروها خاطر زاتشي ولا هذيك ماهيش محكمه، هذيك ماهيش العداله. انتوما زاتشي كي يسمو زاتشي ومدور بغاو يعبسوا على العداله، بغاو يجوا فوق العداله. تما حنا نحكموا ما كان لا تتحكم لا والو، كلش العداله. خاطر عليها الوزير قعدكم على قرع صغار، قعدكم قاع على قرع. نقول كي قعدكم على قرع جاب لكم القرع وقعدكم. خاطر مين حط القضيه حطها في العداله؟ ما كان لا لجنة انضباط لا زاتشي لا مدور. ما تهدر عليا ما هدر عليك، تروح ضد مجهول، الاسم اللي ينجبد يطلع يروح. نتوما هذيك غير السيمانه هذي غير هكا تنسو فينا على 30 مليار، على 30 مليار تاع الكراس. هذا ما كان هذه السيمانه نتوما غير تنسو داسين على 30 مليار، باغي تنسو على 30 مليار. كيما لافير اللي درتوها كي طرقت لكم تاع 30 مليار روحتو طرطقتو تاع المكالمه عشيتو دايرين سريفه، طحتو في يد في حجر الوزير. والوزير هذه هي الفرصه تاعو لتصفيه الفساد الرياضي، هذه هي الفرصه تاعك. شو الفرصه تاعك؟ جات عندك فرصه، جات عندك جابوا لك فرصه عندك. هذا هو الفساد اللي جابوه لك، من هذه تبدا. يقول لك فار ينوض حلوف. هذه هي الفرصه تاعك سيد الوزير، فرصة تاعك 100% جات هاكا، جات عندك، ربي جابهم عندك. عدالة توقف ووقف انت فانيك وما تسمح لأي واحد اللي داير يخلص. هذه هي. أنا نتكلم مع أنصار تاع السطيف يقولوا لي لا حلفاية دايرها يخلص، ماشي داير يخرج برا. حلفاية يهدر قالك أنا بريء، أنا الناس عيطوا لي، كاين بزاف أمور. انا راني نقول حلفايه، مانيش ندافع على حلفايه ولا نقول حلفايه بريء، مانيش ندافع. ما يعرفني ما نعرفه، ما يعرفني ما نعرفه. هذه هي اللي نقولوا احنا يعني ان شاء الله بربي اللي دار يخلص. رانا نقولوا اللي دار يخلص، تكون العداله، والعداله الحمد لله ربي عندنا ثقه في العداله باش تضرب يد بحديد. وانا نقول لكم باللي العداله راهي دايرتهم في كاميو وحطتهم عند الحدود، مكاليتهم غير بلوحه برك، وخر مكان لا فرانات لا والو. صحيتو مليح زوميه. الاول هذا زاتشي تاع لافار، زاتشي تاع لافار اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي انت 1000 هكتار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي انت 1000 هكتار زاتشي انت 1000 هكتار يدي 1000 هكتار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة
وما زبوش الرشا وما زبوش الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم وينها يجوه الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه هنا يجوه الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.